بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة العشرون. الأمر الأسمري من تهامة بلسمر يقول في سؤاله الأول في رسالته: أنا رجل قدر الله علي بمرض في رجلي اليمنى إلى أن قرر الأطباء بترها، مما جعلني عاجزا عن العمل، وأنا أعول أسرة كبيرة ولإخوة ثلاثة، ولكن أبي قد باع مزارعه على إخوتي الثلاثة، ولعجزي عن شراء شيء منها فلم أحصل على شيء، فهل فعل والدي هذا صحيح أم أنه يحق لي المطالبة بحقي بدون شراء ولا بيع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما ذكرته أيها السائل من أن أباك باع بعض مزارعه على إخوتك وأنك رجل مصاب ولا تقدر على الكسب، هل لك حق الاعتراض؟ الجواب أنه إذا كان قد باع هذه المزارع على إخوتك بيعا صحيحا ليس فيه احتيال ولا تلجئة، وإنما باعها عليهم كما يبيعها على غيرهم بثمن كامل ولم يترك لهم شيئا منه بل استوفاه، فلا حرج عليه في ذلك وليس لك حق الاعتراض، لأن هذا ليس فيه محاباة وليس فيه تخصيص لهم بشيء من المال دونك. أما إذا كان خلاف ذلك، لأن كان بيع حيلة قد تسامح معهم فيه وحاباهم به، فهذا لا يجوز، أنه جور، أنه يجب على الوالد أن يسوي بين أولاده بالهبة والعطية، ولا يجوز له أن يخص بعضهم دون الآخر. قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادك. واجب على الوالد أن يسوي بين أولاده فيما يمنحه لهم، ولا يجوز له أن يفضل بعضهم على بعض. فالحاصل أنه إذا كان البيع مستوفيا لشروطه ولم يحابهم بالثمن ولم يتنازل لهم عن شيء منه فهو بيع صحيح وليس لك حق الاعتراض، وإن كان بخلاف ذلك فهذا لا يجوز له، ويجب عليه أن يسوي بين أولاده. الله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. إذا كان البيع بيعا صحيحا لا محاباة فيه، قيمة هذا البيع إذا توفي عنها والدهم، القيمة إذا توفي عنها والدهم فهي تركة توزع، يأخذ منها الميراث، يأخذ نصيبه منها على حسب الميراث من جملة تركته. أقصد حتى أولئك الذين اشتروها يأخذون منها. نعم، لأنها أصبح ميراث، أصبح تركة، يكون استفادوا مرتين على هذه الحالة. ما استفادوا مرتين، لأنهم في الأول اشتروا الأراضي هذه ودفعوا ثمنها، وعاد إليهم صار ثمنها ملكا لأبيهم، ثم لما مات ورثوها، خذوها عن طريق الإرث لا عن طريق مثلا الهبة أو عن طريق نعم. هذا حقهم من الميراث. نعم. سؤاله الثاني يقول: إمام الجماعة عندنا في الصلاة الجهرية يطول القراءة في الركعة الثانية ويقصرها في الركعة الأولى، فهل فعله هذا موافق للسنة أم مخالف لها؟ هذا يعتبر خلاف الأولى. نعم. فالأولى والأفضل أن تكون الركعة الأولى من الظهر والعصر وغيرها من الصلوات، تكون الركعة الأولى أطول من الثانية. أما إذا كان العكس هذا خلاف الأولى، إذا كان الطول كثيرا، أما إذا كان طولا يسيرا زيادة يسيرة هذا لا حرج فيه إن شاء الله. له سؤال أخير يقول فيه: وجدت نقودا يوم كنت صغير السن ولجهلي بالأحكام فقد أخذتها وتصرفت فيها، والآن أريد أن أبرئ ذمتي منها فماذا أفعل؟ يلزمك إذا كنت تعرف صاحبها أن تردها إليه وأن تستبيح منه ما حصل منك من إساءة، وإذا كان صاحبها ميتا إنه يجب عليك ردها إلى وارثه. أما إذا كنت لا تعلم صاحبها ولا تعرفه فإنه تعين عليك حينئذ أن تتصدق بها على نية أن الأجر لصاحبها، ومع هذا عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من مثل هذا، لأن أموال الناس لا يجوز التعدي عليها ولا أخذها بدون رضاه، وهذا ظلم وعدوان، فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ترد المال إلى صاحبه أو إلى وارثه، فإن لم تستطع عليك أن تتصدق به وتبرئ ذمه
ذمتك منه، والله أعلم. هذان سؤالان من المستمع عادل عبد الحافظ من جمهورية اليمن الديمقراطية عدن. سؤاله الأول يقول: قرأت في كتاب المجموعة المباركة في الصلوات المأثورة والأعمال المبرورة، قرأت حديثا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى ليلة الجمعة ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وسورة الزلزلة 15 مرة، فإذا فرغ من صلاته يقول: يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام 100 مرة، آمنه الله من عذاب القبر وظلمته ومن أهوال يوم القيامة. فما مدى صحة هذا الحديث نصا ومعنى؟ أولا نوجه بأن الحديث لا يؤخذ من مثل هذا الكتاب، وإنما يرجع إلى كتب الحديث الموثوقة، صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن وغيرها من الكتب المعروفة الموثوقة. وبالنسبة لهذا الحديث الذي ذكرت، أنا لم أجد له أصلا فيما اطلعت عليه، ويظهر عليه أنه لا أصل له، لأن فضائل الجمعة التي ذكرها أهل العلم لم يكن لهذا الحديث من بينها ذكر. الذي يشرع في ليلة الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة وفي فجر ليلة الجمعة، يستحب أن يقرأ في صلاة الفجر في الركعة الأولى ألف لام ميم السجدة، في الثانية في هل أتى الإنسان حين من الدهر، هذا الذي يشرع في ليلة الجمعة. وأما أن تخص في صلاة دون غيرها من الليالي، هذا لم يثبت فيه حديث، وهي كغيرها من الليالي، على المسلم أن يصلي ما تيسر من تهجد ويختم ذلك بالوتر. أما أن يصلي هذه الصلاة التي ذكرتها فهذا لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعليك كما ذكرنا إذا أردت أن تعمل بحديث أن تراجع كتب السنة المعروفة الموثوقة، أما أن تأخذ كتابا غريبا أو مجهولا وتعتمد عليه وتنقل منه الحديث فهذا يوقعك في الخطأ. والأحاديث فيها الموضوع مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها الضعيف، ويبين هذا كتب أهل الفن المتخصصين في الحديث. ما كل حديث تجده في كتاب يعمل به حتى يتحقق من أصله ومن مصدره، الله أعلم. سؤاله الثاني يقول: أيضا قرأت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من فاته صلاة في عمره ولم يحصها فليقم في آخر جمعة من رمضان ويصلي 4 ركعات بتشهد واحد، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القدر 15 مرة وسورة الكوثر كذلك، ويقول في النية: نويت أصلي 4 ركعات كفارة لما فاتني من الصلاة. فما مدى صحة هذا الحديث؟ هذا لا أصل له من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. الصلوات التي تركتها فيما سبق، إذا كنت تركتها لأجل نوم مثلا أو إغماء أو لعذر ظننت أنه يجيز لك تأخيرها، الواجب عليك أن تقضيها وأن تصليها مرتبة على الفور. أما إذا كنت تركتها متعمدا، فالصحيح من قولي العلماء أنه يجب عليك التوبة إلى الله، لأن من ترك الصلاة متعمدا فأمره خطير، حتى ولو لم يجحد وجوبها فإن الصحيح أنه يكفر بذلك. عليك أن تتوب إلى الله إذا كنت تركتها متعمدا، وأن تحافظ على الصلاة في مستقبلك، الله يتوب على من تاب. أما إذا كنت تركتها لنوم أو إغماء أو غير ذلك مما حال بينك وبين أدائها في وقتها، فإنك تقضيها ولا بد. أما أن تصلي هذه الصلاة التي ذكرتها في آخر رمضان على هذه الصفة، هذا لا أصل له من دين الإسلام، ولا يكفر عنك الصلوات التي تركتها. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع عبد الله إبراهيم دارج المالكي من مكة المكرمة، يقول: نحن 6 إخوة لأب، 3 كبار و3 صغار، وقد توفي والدنا وترك أرضا زراعية، وبعد وفاته ب3 أشهر توفي أحد إخوتي الصغار وبقينا نحن الصغار 2. فلما كبرنا وسألنا عن تركة والدنا وجدنا هذه الأرض الزراعية مقسمة بيننا، ولكنها
قسمة غير عادلة، فقد وجدنا زيادة عند 2 من إخواننا الكبار، وحينما سألناهما عن هذه الزيادة من أين نشأت أفاد أنهما اشترياها من كسبهما وليس لنا شيء في ذلك، ثم طالبنا بنصيب أخينا الصغير المتوفى والذي هو شقيقنا لكي نضمه إلى حصتنا، ولكنهم رفضوا بحجة أنه ليس له حق لكونه متوفى، علمنا أنه لم يمت إلا بعد قسمة والدنا للأرض وبعد وفاة والدنا. فماذا ترون في هذين الموضوعين؟ أولا الزيادة في حصتهما، وثانيا منعهما إعطاءنا نصيب أخينا الصغير المتوفى بعد والدنا. هذه المسألة فيها خصومة بين طرفين، فأنت تدعي هذه الدعوة ولإخوتك إجابة عنها كما ذكرت، فلا بد من الرجوع إلى القاضي ليدرس هذه القضية في حضرة الطرفين وسماع حجة كل منهما، وبعد ذلك يتبين له الحق إن شاء الله تعالى. الله أعلم. هذا السائل إبراهيم محمد، يمني الجنسية، مقيم بصبية، يقول: رجل هجر زوجته مدة 2 لم يطلقها ولم يرجعها إلى أولادها ولم يقم بواجب الإنفاق عليها، وليس لها قريب ولا من ينفق عليها، فحالتها صعبة وشديدة، فهي منقطعة من كل أحد إلا من الله، فما الحكم الشرعي في مثل هذا الزوج الذي ترك زوجته وأم أولاده تصير إلى هذا المصير السيء المؤلم؟ لا شك أن للزوجة حقوقا على زوجها يجب عليه أداؤها. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لنسائكم عليكم حقا. الله تعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف، يقول: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى غير ذلك من الأدلة التي توجب على الزوج أن يتقي الله تعالى في زوجته ويؤدي إليها حقوقها، ولا يجوز له أن ينقصها شيئا من حقها إلا بمبرر شرعي، كما إذا كانت ناشزا. وما ذكرته من هجران هذا الزوج لزوجته هذه المدة الطويلة وحرمانها من حقوقها هذا ظلم، لا يجوز له إذا صح ما ذكرت، وكان ذلك بدون مبرر شرعي فإنه لا يجوز له وهو ظالم لها، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يؤدي لها حقها وأن يستسمحها عما سبق من ظلمه لها، وكذلك لأولاده عليه حقوق، لا يجوز له أن يضيعهم وأن يتهاون ويتساهل في تربيتهم والقيام بمصالحهم. مسؤولية الأولاد مسؤولية عظيمة، ولو كان بينه وبين أمهم سوء تفاهم إن ذلك لا يسقط حقهم عليه. على كل حال القضية قضية مهمة، ولا يجوز له أن يظلمها أو أن يظلم أولاده، بل عليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى صوابه، فإذا لم يحصل ذلك فلا بد من رفع شأنه إلى ولي الأمر للأخذ على يده. الله تعالى أعلم. هل لهذه الزوجة الحق في مطالبته بالإنفاق عليها في 2 الماضيتين إذا لم تسمح؟ نعم، لها المطالبة بذلك إلا إذا كانت قد تسببت في قطع النفقة، يعني كما لو نشزت عنه أو عصته في شيء ما يجب عليها له، هذا يحتاج إلى نظر ودراسة للقضية من الطرفين. نعم.